ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر بشخص كريم كان يرتاد الملاعب سابقا، أنه أنكر هذه الفعلة المنكرة، ونشكر له إنكاره لهذه الفعلة القبيحة ولهذه الشعارات الباطلة، شعارات القبح والكفر، نشكر له ذلك. شهدي أنه لما قام هذا الشاب الكريم الذي كان يرتاد الملاعب سابقا بإنكار هذه الجريمة الشنعاء جزاه الله خيرا، فقد قام ببعض ما أوجبه الله عليه، فشكرا له. ونحن جميعا لم نقم بما أوجبه الله علينا، فقد قال الله تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمر، أي لم يقم الإنسان بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، نشكر له حسن صنيعه. ولكن لما قام بالإنكار تكالبت عليه قوى الكفر، وتكالبت عليه قنوات الكفر تذم صنيعه، فحقا إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الرويبضة. وما الرويبضة؟ السفيه يتكلم في أمر العامة. أيها الإخوة، علينا مؤازرة إخواننا الدعاة إلى الحق المنكرين للمنكر، علينا مؤازرة إخواننا الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، لعل الله أن يرحمنا وأن يسلمنا. يا للإسلام، كتاب الله بين أيديكم خير كتاب، وإذا كان الكفار